الهلال والرائد اعتقد الهلال بدا يتعافى، خفت عليه ضغط المباريات اللي كانت 3 4 مباريات يلعب مباريات، شفنا في مباراته الاخيره مع ابها كيف عاد الى التشكيله الامثل، وكان عوده سلمان الفرج وعطيف شكلت فارق كبير، فريق يملك الحلول من كل اتجاه. الرائد اعتقد فريق يواصل بابداعات مدربه، يعني انهى موسم العام الماضي في الثامن، اليوم تتكلم الرائد في السادس، ما عنده ذاك المحترفين اللي تقول والله بارزين مره سوى يمكن جلال في الكرات الثابته، ولكن لازلت أقول وأكرر لأول مرة أشاهد مدرب هو اللي يصنع الفارق، مش لاعبين يشيلون مدرب، هو قاعد يشيل الفريق بفكرة. لذلك أتوقع أن تكون مباراة كبيرة جدا، أخشى ما أخشاه على الرائد أن تكون الثقة زايدة عندهم وتكون نتيجة ثقيلة عليه، لأنه لازم يكون عنده قناعة أكبر بأن الهلال يملك جميع الحلول اللي ممكن يسجل من خلالها، كور ثابتة من عمق الملعب، من الأطراف، من القادمين من الخلف. لما نجي للعدالة وضمك، ضمك فريق يعني محير، غير 14 لاعب وهذه علامة استفهام كبيرة جدا. العدالة يذكرنا بالعدالة اللي بدأ بداية الموسم، شفنا كيف قدم مباراة رائعة قدام الأهلي في بداية الدوري، واليوم قدم في آخر جولة مباراة أكثر من رائعة. فأتوقع أنه يكون الأقرب العدالة لأنه يملك حلول كثيرة. لما نجي للاتحاد والتعاون يشتركون في عامل واحد هو حالة البحث عن النفس، لأنه الاتحاد خسرها بتعاقب الإدارات والقرارات الخاطئة. استغرب من التعاون في الحال يعني في الشتوية تقريبا 7 لاعبين مسجل، أنت اللي تعيش الاستقرار، بديت الموسم بنفس لاعبينك الموسم الماضي، أنت قاعد تفقد هذا الاستقرار بالتغييرات اللي صارت على مستوى المدرب، على مستوى اللاعبين، على مستوى الثبات في التشكيلة. ولكن الفرق بين الاثنين انه شوف الاتحاد لازم يكون قنوع انه ما هو الاتحاد الاسم العريق البطل داخل الملعب، لذلك لازم تقفل. لا تشوف ليش قدم مباراه حلوه قدام النصر، لانه كان واقعي، قفل ملعبه ولعب على الحلول في الهجمات المرتده. ايش اللي حيفضل يخلي التعاون افضل؟ التعاون عنده حلول فرديه مش موجوده عند الاتحاد، لذلك لو حس انه بيلعب الاتحاد اللي بيفتح ملعب حيخسر من التعاون. فاصل قصير بعده نعود.